طيب وبسرعة نروح نعرف حالة الجو مع الأستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. وصباح الورد عليك يا فندم. صباح الفل عليك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ وحيد. ويعني عايزين نعرف أهم الملاحظات على الحالة الجوية النهاردة، خصوصا أنه النهاردة الصبح كان في شبورة شديدة جدا، وكمان في أخبار على وجود أو أنها هيحصل عواصف النهاردة وبكرة، وفي كمان تحذيرات لأولياء الأمور أن هم ما يودوش أولادهم المدارس. مدى صحة الكلام ده؟ لا، مين اللي قال الكلام ده حضرتك؟ الكلام ده طبعا عارم الصحة تماما، لكن ده طبعا ما يمنعش أن فعلا في انخفاض في الرؤية خلال هذا التوقيت، بدأ اعتبارا من الأمس على معظم أنحاء الجمهورية بما فيهم القاهرة بسبب الشوائب العالقة اللي هي الأتربة العالقة اللي موجودة في الجو ومستمرة حتى الآن ما بين شبورة مائية وما بين شوائب عالقة. يكفي أن أقول لحضرتك مدى الرؤية الأفقية الآن على الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال وجنوب سيناء، خاصة عند شرم الشيخ نويبع، أقل من 200 متر. يعني في خطورة كبيرة على حركة المركبات لكل السادة المسافرين المتجهين لمحافظات سيناء. القيادة بهدوء كامل. القاهرة مستوى الرؤية الآن فيها 1000 متر بسبب الشبورة المائية، وكذلك محافظات شمال الصعيد والسواحل الشمالية. من المنتظر أن تنقشع الشبورة بعد الساعة 9 صباحا اليوم، لكن تبقى الرؤية منخفضة بسبب الشوائب العالقة. فطبعا بيرجى من كل الساده المسافرين عبر جميع الطرق القياده بهدوء كامل. طيب استاذ وحيد، خلينا يعني زي ما مروه قالت ان العاصفه الترابيه كانت النهارده شديده، وكانت يمكن ابتدت من امبارح يعني بعد الظهر كده شويه، فعايزين نعرف ونقول للناس، لان الناس كلها بصراحه عندها تساؤلات ويعني مش عارفه تعمل ايه، العاصفه دي ان شاء الله يعني هتنتهي امتى؟ هي دي مش عاصفه ترابيه حضرتك، دي ظاهره اسمها ظاهره الشوائب العالقه. بتبقى في أتربة عالقة موجودة في الجو كلها قادمة من بلدان الشام ومن تركيا، مستمرية معانا النهاردة. بكرة بإذن الله هيحدث تحسن ملموس في مدى الرؤية الأفقية بعد انقشاع هذه الظاهرة. يعني الشوائب العالقة دي أستاذ وحيد اللي هي بتخلي الجو مصفر شوية وفي تراب. في تراب. أتربة عالقة موجودة في الهواء. طيب وده طبعا اللي بيساعد على كده الارتفاع في درجات الحرارة، وما زال الجو فعلا حار رطب على القاهرة، والوجه البحري شديد الحرارة على باقي الأنحاء. البحر المتوسط مضطرب وغير مهيئ للأنشطة البحرية. البحر الأحمر الحمد لله يسمح بكافة عمليات الصيد والملاحة، لكن ما زلنا لينا تحفظ على مدى الرؤية الأفقية. يعني احنا نطمن الناس وان شاء الله نقول لهم ان بكره درجات الحراره هتنخفض شويه، والعاصفه او الشوائب التراب ده هو اللي هيروح بس. التراب بس هيخف شويه، والشبوره كمان بعد 9 صباحا تكون انتهت النهارده. ان شاء الله يا فندم. بنشكرك استاذ وحيد، شكرا جزيلا. بشكر استاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه، وصباحك زي الورد.